الإطار التنسيقي صاير بموقف لا يحسد عليه أبد، فكل الرياح جاءت عكس شراع سفينتهم اللي صارت تائهة في عرض البحر. تعاطف وياهم والله شوية، خاصة يعني ما بيها شيء. نكمل، خاصة وأن كبيرهم صار يواجه دعوات شعبية لتقديمه للقضاء من قبل العراقيين بعد خروج تسجيل مسرب له. السؤال، فكيف حيلملم يعني لملم الإطار التنسيقي الأمور لأجل أن يوصل لصيغة تمكنه من أن يقدم بها حكومة جديدة بعد اللي صار وبعد اللي حصل، أو على أقل تقدير تسمية المرشح لي المنصب؟ والكل يتذكر قبل صلاة الصدريين كيف كان المالكي مهيمن على قرار التنسيقي، وهذا الموضوع واضح وغير قابل للنفي لأن شفناه قبل مدة. بالمقابل البعض يقول مو فقط التسريب حيعطل الإطار وطموح المالكي لولاية ثالثة، بل شروط الصدريين اللي صارت واضحة بعد صلاتهم الموحدة واللي كان فيها أكبر رسالة بأن الجمهور مستعد للتجمع في أي تظاهرة يتم الدعوة إليها إذا ما أقدم التنسيقي على تقديم المجرب مرة أخرى. في حين وبالعودة للتسريبات واللي انذكر بها هواية أسماء وأطراف وجهات وكتل من قوميات وطوائف سياسية مهمة، كيف حيتعامل الإطار مع من يرغب التنسيقي بمشاركتهم من أجل تشكيل الحكومة خاصة من الكرد والسنة، وبهذا التوقيت بعد ما شفنا من أحداث اللي هو تظاهرة الصدرين أو صلاتهم الموحدة وأيضا التسريبات؟ والبعض يقول بأن الأطراف السياسية صارت تفكر أكثر من مرة مو فقط مرتين قبل التفاوض مع التنسيقي، لأن الأمور باتت مضغوطة أكثر من ذي قبل، منها غضب الصدريين القائم والتسريبات الشاغلة والمستمرة أو الشغالة والمستمرة واللي شاغلة الرأي العام. المحصلة يا جماعة، الحديث يدور على أسماء رؤساء الوزراء للمرحلة المقبلة، لكن هيقدر الإطار التنسيقي يتخطى هذه القضية لتقديم مرشح غير جدلي؟ خاصة هو دا يحاول خلال هذه الأيام أو اليومين هو دا يهرب من كل هذه الأحداث إلى الأمام من خلال رمية للكرة في ملعب الكرد وتحويل الأنظار إلى قضية رئاسة الجمهورية ومو قضية الانقسام داخل الإطار التنسيقي على رئاسة الحكومة المقبلة.